من جانبه قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن تجربة الحوار الوطني ملهمة. أضاف فوزي أن كل من شارك في المناقشات لديه تلخيص للمشاكل ولديه تصور بالحلول، ويجب أن تستمر حالة الحوار كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإحنا بنقترب من نهايات الحوار الوطني، لابد أن إحنا نقول برضو إحنا بنقترب من النهايات. لازم أقول أن دي تجربة ملهمة. أي حد حضر جلسات الحوار الوطني بقى عنده تشخيص واضح للمشكلات التي طرح، بقى عنده تصور عام عن الحلول، بقى عنده تصور عام عن المزاج العام. فالتجربة مفيدة، تجربة ملهمة، وأنا أتصور إن هي يعني كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس إن حالة الحوار يجب أن تستمر. في مؤتمر الشباب في برج العرب طرح هذا السؤال وسيادته جاوب عليه بشكل مباشر، يعني احنا مرضناش، قلنا صاحب الدعوة موجود هو اللي يقول، فسيادته قال حالة الحوار يجب أن تستمر. والحقيقة ان ده رأي سديد.